رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، معربة معاليها عن عميق الشكر وعظيم الامتنان لما حظي به مجلس النواب من توجيهات سامية ودعم كبير من لدن جلالته، كان له بالغ الأثر في دعم وتطوير العمل الوطني والتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تحقيقا للمزيد من الإنجازات الحضارية للوطن والمواطنين. كما بعثت معالي رئيسة مجلس النواب برقيتي تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أعربت فيها عن بالغ التقدير والإشادة لنهج التعاون المثمر والتنسيق الفاعل الذي شهده العمل المشترك بين السلطتين وما تحقق من منجزات وطنية لصالح الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.